أنتم مع الجزء الأخير من مقابلة باسم رزق وزوجته ورد الخال. للأسف خلصت بسرعة الحلقة. طيب معنا 10 دقائق بس هي أسئلة سريعة، 12 سؤال، كل سؤال له 3 إجابات. 3 إجابات. الحياة الدنيا سريعة. 3 إجابات بس بسبع ثواني يا أمور، ماشي؟ 3 إجابات على سؤال واحد. كلمة أمور بين هلالين بس مشان الله. لحظة، 3 إجابات. 3 إجابات بسبع ثواني. حتسمعوا الباز، سمعونا الباز. بس هو قبل. معي هذا الباز وسمعونا التيك. تك 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 تك. حابدا معك انت. وتر هذا. ورد، 3 خطوط حمر بحياتك. البخل، الكذب، والخيانة. حلو. باسم، أسوأ 3 شغلات فيك. العبسة، عنيد، وبتأخذ قرار ما برجع له. عنيد يعني. ورد، 3 شغلات بتكرهيها بحالك. اني انفعاليه، اني بسامح دغري. كملي سريع. وبكرهها بحالي. لا اذا بدك تفكري لهالدرجه خلص بنروح له. اني باكل ضفيره. تاكلي ضفيرك؟ باكل اللحميه طبعا ضفيره. طيب متفرجون. باسم، 3 أحلام تتمنى تحققها. ما 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 عندي، ما عندي احلام براسي. حلو. ورد، 3 شغلات تتمني تنتهي من الحياة. كثير في اشياء. عدي لي 3 بس من هذول كثير. 3 هي اسئلة سرعة هي. هو هذا الصوت التك تك 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 ولا وحده. 3 اشياء بحب انها تنتهي من حياتي ولا من الحياة. من الحياة الكرة الأرضية شو هن؟ الفقر، المرض، والناس اللي منا بمحله. طيب باسم، 3 أمور ندمت عليها عن جد. انه كنت عايش بيوروب رجعت على لبنان، وانا علاقتي بالعود. ورد، اصعب 3 أمور مريتي بيها بحياتك. وقت اللي خسرت الوالد، وقت اللي سافرت وعشت بايطاليا، افترقت يعني عن بلدي. حلوة إيطاليا. 3 أشياء صعبين بحياتي مرقوا. حلوة إيطاليا، مشو بتشكي عين الله عليها. بس هدول عندي 2. هيدا أصعب شيء. أسوأ 3 أمور ممكن تكون بالمرأة بشكل عام، بالمرأة مش بورد. البخل كمان، والحشرية تكون حشرية. عجبني. وثالث شغلة الحشرية. حشرية. الأسئلة اللي كتير. هل بنت حشرية ولا لا؟ نعم. ما في مرأة مش حشرية. برافو، ثانك يو فيري ماتش. ورد، 3 أحلام مؤجلة شو هي؟ أحلام مؤجلة؟ ما عندي أحلام مؤجلة. خلص بز. باسم، أحلى 3 شغلات بورد. عفويتا، طيبة قلبة، وعطاءها. وهالشكل الحلو هذا شو؟ تحصيل حاصل. تحصيل حاصل. طيب ورد، أكبر 3 غلطات غلطيهم بحياتك غير أنك تجوزي هالعبوس. 3 أغلاط بحياتي مثل هديك يعني. غلطة أوقات أغلاط مهنية. إني كنت بوثق بسرعة. وإني ممكن خاصم ومسامح يعني اللي قلتهم. طيب باسم، 3 شخصيات أثرت على حياتك كلها. أثرت على حياتي 3 شخصيات. بيك، خيك، البي بس. الولد بس. بس. طيب ورد، أهم 3 صفات بالرجل. أهم. الثقة بالنفس، الكرم، وإنه يكون يعني عنده رزين. روزي. رزين. رزين. كم صفة موجودة فيه؟ كلهم. كلهم. ماشي الحال. حبيب قلبي. باسم، ما يجيش هاد للعروس غير أما